بالنسبه لهاد لابليكاسيون هيتش جابتها واحد النقابه اللي هي الاتحاد المغربي للشغل، هي ما كانت ايبير وكانوا الخطافه والمسائل. الاتحاد المغربي للشغل جابت التطبيق باش تحارب الخطافه، وان هاد الشركه غادي نرجعوا الزبائن ديالنا اللي مشاو لينا في ايبير. خدمنا مع هاد الناس، درنا لهم الاشهار لابليكاسيون ديالهم، جمعنا لهم الزبائن، خدمنا معاهم بالمعقول. جابوا لنا واحد المقاول ذاتي اللي فرضوه علينا وفرضت علينا حتى النقابه، قال لك حنايا ما يمكنش حنا غنكذبوا عليكم، هاد الشركه غتبنيو حياتكم معها، غدير لكم مستقبل، غتحسن لكم المردوديه الدخل ديالكم كذا كذا، غيكون واحد لي طابليت، غيكون اشهار، غيكون كذا، وحنا اللي غادي نتكلفوا لكم بالضرائب والمسائل ديال هاد لاكارت ديال المقاول الذاتي. حتى تنتفاجئوا مؤخرا في هاد التواخر الاخرى بان الاتحاد المغربي للشغل تتقول لك ان الكونترا سالات، وحنا تنعرفوا بان تقريبا شي 17 نقابه اللي مسينيه في هاد مع هاد الشركه هذه باش حطوا واحد الرخصه باش يخدموا قانونيين. تتنتفاجئوا بان هاد النقابات ما عرفنا واش تيمثلونا ولا تيمثلوا علينا انهم سمحوا فينا ولاحونا لهاد الشركه، تولينا تنصطادموا بالضرائب ديال هاد المقاول الذاتي وانهم داخلين الخطافه، تيستغلوا الزبون في الوقت الذروه تتزاد عليه 30 درهم. حنا عندنا كونتور اللي مخرجه لنا الدوله وبحال طاكسي فير اللي داير كونتور بليس 10 دراهم وبالليل 15 درهم، هادو دايرين واحد الكونتور في لابليكاسيون. بغينا نعرفوا بعدا واش قانوني ولا ماشي قانوني في كيتشارج. حنا تنطلبوا من السيد الوالي باش يتدخل والسلطات تدخل. سينو دابا حنا درنا واحد الوقفه ديال ساعه المكانه، المره الجايه غادي نعتصموا على هذه الشركه لانها سرقت لنا كاع الزبائن اللي درنا عليهم حنا مجهود ودخلناهم لهذا التطبيق. تتنتفاجئوا بسيارات خاصه وتنتفاجئوا بالافارقه، تنتفاجئوا بزاف الناس اللي ولاو تيخدموا معاهم السيارات الخاصه، وهذا الشيء ماشي معقول. لا ولكن بناتي ويخلصوا لنا هذا الشيء، يخلصوا لنا بعد هذه الخطيه اللي داروا لنا ومشدوا على الدم لاكارت. بالنسبه للوقفه ديال اليوم هي ماشي وقفه، انما هي غير محاوله ديال ادراج بعض المشاكل اللي تيعيشها السائق المهني مع واحد الشركه ديال التطبيق الاحمر اللي واخده الترخيص من ولايه الجهه على اساس انها غتخدم مع سيارات الاجره بصفه خاصه، في حين السنه الفارطه بدات تشتغل بالتطبيق عن طريق السيارات الخاصه اللي هو النقل السري. والنقل السري في هذا سميتو استفحل الدائره ديال النقل السري، استفحلات في المدينه الدار البيضاء الكبرى. فتنتمناو من الجهات المسؤوله ان تاخذ بعين الاعتبار ما يجري اليوم، لانه الضغط تنتمناو ان الضغط ما يولدش شي حوايج خايبين في النفسيه ديال السائق المهنيين، وتنتمناو تطبيق القوانين بحكم ان سياره الاجره كيف ما في الظاهر 63 الظاهر الشريف 63 الفصل الجوج منه انه تيقول ان سياره الاجره النقل العمومي عبر سياره الاجره اي الطاكسي لغايه ليس لغايه تجاريه. فاليوم الناس رجعوا لغايه تجاريه ولا وسيط ما بين الزبون والسائق. اذا هنا ولا يعني مساله ربحيه بالنسبه للشركه. المشكل الاخر ان يعني ولاو تيخدموا ناس لا علاقه لهم بالمهنه. النقل السري هو يعني ذات خطوره على قطاع سيارات الاجره بصفه عامه بصنفيه ديالها. فاليوم يعني كيف ما تنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي يعني الصحافه المقروءه والمسموعه، يعني المهنيين تيعانيوا بواحد الدرجه كبيره من المدخول اليومي ديالهم. فتنتمناو من جميع المسؤولين، لا مسؤولين قطاع سير الاجره ممثلي القطاع، ولا مسؤولين وزاره الداخليه او وزارات الوصيه، انهم يدخلوا على هذا المشكل هذا. فالظاهره ديال النقل السري استفحلت المدينه الدار البيضاء الكبرى بواحد الشكل يعني لا يتصور. الا ما قلناش واحد 50% ديال السيارات التي تجول الشوارع مدينه الدار البيضاء كلها تشتغل بالتطبيقات، منهم مديري ابناك، منهم عملاء في شركات، منهم يعني تيسالي الخدمه ديالو تيجي يكمل بالتطبيق، تيزاحم يعني المهنيين في القوت العيش اليومي ديالهم.